اليوم كان عندنا حفلة ملكة جمال مصراني، ممكن ليش عارف اني نظمت هذه الحفلة مع ميشي حميدة رحالة. كان عندنا هذه الحفلة في اوتيل كوستا ميموزا، نشكرهم على حسن الضيافة. وكان عندنا 10 متسابقات اللي تشرف عليهم لجنة ان شاء الله نتوفقوا في اختيار مستقبل اختيار مثل تتمثل ولايه مصغانم، وهذه تدخل في اطار ابراز الموروث الثقافي الجزائري. يوم كنا على شرف ملكه جمال مصغانم من طرف ان اش ايفنت، كان في قمه الروعه، وعرفنا بزاف صوالح على مصغانم من الكونديدات تاعنا اللي كانوا حاضرين معنا. فرحانه بزاف اللي ربحت في هذه المسابقه، وما كنتش نقرا فيها خلاص. ونوجه الشكر لمسيو رحلة حميد، وثاني بزاف بزاف الشكر للمدام ساغا، باسكو هي اللي كانت يعني خرجت هذه التحفة، نشكرها بزاف. ومام ميس انيا وثاني هذاك تيك اليغون، نشكرهم بزاف بزاف باسكو فريمون وقفوا معنا، وفريمون كانوا ثاني واو. ومالغي ما كنت نقرا فيها بصح مانيش مأمنه بشي، ما كنتش نتمنى لهم التوفيق في المره الجايه. نتمنى لهم كل التوفيق، ولو كاع يستاهلوا كاع الشابات وما شاء الله عليهم، ونتمنى لهم كل خير ونتمنى لهم الفرح.